الوصفة اللي بعد كده هتكون فراخ كريسبي بصوص الثوم والعسل. عندي وراك فراخ متقطعة مكعبات صغيرة زي ما هتشوفوها هنا كده اهي. عندي بيضة تلت كوباية من النشا، نص كوباية من الدقيق، عندي معلقة كبيرة من الصويا صوص، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، للصوص محتاجة معلقة كبيرة من الزيت، ثوم مفروم، جنزبيل مفروم، عسل أبيض، سكر بني، صويا صوص، زيت سمسم، نشا، مية، سمسم، حبوب سمسم، بصل أخضر. أوكي؟ أول حاجة هعملها هاخد هنا رشة فلفل أسود، أوكي، وهاخد الدقيق، وهاخد النشا، النشا اللي هي التلت كوباية، النشا الكمية الكبيرة يعني. عندي هنا زيت قلي هحطه بس على النار الأعلى، هجيب الجلوفز، هغلف الفراخ بالفلفل الأسود والنشا والدقيق، وبعدين هنزلهم فين؟ هنزلهم في الزيت. هسيب ايد بقى كده نضيفة عشان ايه نعرف. بحاول ان انا ما انزلش القطع بتاعت الفراخ على بعض عشان مش عايزاهم يلزقوا في بعض، عشان لما نيجي ننزلها في الصوص ونقدمها تبقى كل حتة بحتتها كده، ما يبقوش ملزقين في بعضه. طب خلاص، معلقة زيت هنا أقنعني، ما عرفتش أرد عليه. ثوم مفروم، جنزبيل، فده معناه إن أنت اللي كنت بتشد شعري بس لوحدك يعني. ها؟ اعترفت على نفسك أنت دلوقتي. بصل أخضر، زيت سمسم، سكر على الصويا صوص معاه النشا، هيتقلبوا كويس قوي على البارد، هيحتاجوا شوية مية كمان معاهم، مية سخنة. اوبس، شوف انت مسربعني ازاي، عامل لي قلق. وبعدين مش هحط عسل لاني حطيت سكر كفاية، فمش هحط عسل. وادي السمسم، ولازم استنى ده يتقل سنه، ما ينفعش استخدمه وهو سايب قوي كده، لازم ابتدي اقلبه على النار لحد ما النشا يبتدي يشتغل والصوص ده يبتدي يتقل سنه. هقوم مطلعه الفراخ من النار من زيت القلي على الصوص على طول، مقلباها تقلبتين ومقدماها مع الرز الابيض. تمام، عشان بس تبقوا شفتوها، عشان ما بقاش قصرت معاكم في حاجه. وهحطها هنا برضو مع الرز البسمتي الابيض اللي احنا عملناه مسلوق، الاكل الصيني بتقدم معاه رز مسلوق مش رز مفلفل. هجيب له شويه من البصل الاخضر. اي حد بيروح ياكل في المطاعم الصيني او المطاعم اللي هي بتاعه الفود كورت هيبقى عارف المنيو ده، يعني المنيو ده جاي منين، عشان انا مش هقدر افتن على نفسي انا واخده المنيو ده منين، لكن اي حد بيروح الفود كورت، ايوه بالظبط كده، هيعرف المنيو ده من بتاع انهي مكان في الفود كورت بالظبط، ومن غير ما يبلغ عننا يعمل الوصفات في صمت كده في البيت من غير ما يبلغ عننا المحلات.